نافذة على التاريخ. يكتبها يوسف عساف ويخرجها يوسف الحشاش. عندما سمع البريطانيون بسرقة صندوق الودائع من قبو أشهر بنوك بريطانيا وأكثرها أمناً وتحصيناً، لم تثرهم الملايين والمقتنيات الثمينة التي سرقت بقدر ما أثارتهم الأحداث التي تلت السرقة والسرية التي فرضتها الحكومة على التفاصيل. كان المصور تومي جوفن مع امتهانه مهنة التصوير مفتونا بشخصية شارلوك هولمز، إلى حد أنه كان يحلم بإخراج إحدى مغامراته من عالم الخيال إلى عالم الواقع. تومي، هل جئت لي تصليح سيارتك؟ لا، سيارتي بخير. ما دامت سيارتك بخير فماذا تفعل في جراج تصليح السيارات إذن؟ كيف العمل هذه الأيام؟ هل هو جيد؟ لا بأس به، وأرجو أن يبقى جيدا بعد الزواج. أما زلت مصمما على إتمام زواجك في الشهر القادم؟ بالطبع، هل لديك اعتراض؟ لا طبعا لا اعتراض، أتمنى لك السعادة مثلنا جميعا. ما بك يا تومي؟ حسب علمي أنت سعيد مع سارة. لا أنكر أني سعيد معها ومع الطفلتين، لكن مهنة التصوير لا تكفي لنفقات عائلة من 4 أشخاص. أليست هذه سيارة جورج؟ إنها هي، لقد طلبت منه أن يقابلني هنا. هل أنتم بخير؟ نحن بخير، لما تسأل؟ لا أدري، لكني قلبت لأن تومي طلب مني أن يقابله هنا. ما الأمر يا تومي؟ لماذا طلبت منه أن يقابلك هنا؟ لأن لدي ما أطلعكما عليه. كنت أعلم أن هوسك بالروايات البوليسية لن ينتهي على خير. ما الذي تريد أن تطلعنا عليه؟ هذه سيارته ويليام. لا تقل لي إنك طلبت منه أن يقابلك هنا أيضا. بل فعلت، طلبت منه أن يقابلني هنا. خيرا يا تومي، ما الأمر العاجل الذي أردت رؤيتي بشأنه؟ هل قال لك إنه أمر عاجل؟ نعم، هذا ما قاله لي عبر الهاتف، وقال إن جورج سيكون متواجدا أيضا. هذا صحيح، وأخبرني أنك ستأتي أيضا، مما جعلني أشك في الأمر بأنه يتعلق بحفل زفاف ريكي. ما به حفل زفافي؟ هل هناك أي مشكلة؟ لا يوجد أي مشكلة، كل ما في الأمر أن لدي مشروعا لابد من تواجدكم جميعا لمناقشته. لماذا اليوم يا تومي؟ ألا يمكن تأجيله لما بعد حفل الزفاف؟ المشروع سيحتاج 4 أشهر للتنفيذ، لكني رأيت أن أعرضه عليكم اليوم لتتخذوا قراركم بالقبول أو الرفض. يا للسماء، لن يترك عادته هذه وتقليد شارلوك هولمز بإثارة من حوله من الناس. إن كان هو شارلوك هولمز فمن هو الدكتور واتسون؟ مع شغفه بقراءة الروايات البوليسية، إلا أن رواية بعينها أثارت اهتمامه،
ورغب بشدة بإخراجها من إطارها الخيالي إلى عالم الواقع. ليس من عاداتكم أن تأتوا مبكرين هكذا، فماذا حدث؟ الذي حدث أن ثلاثة منا متزوجون ولديهم عائلات، وريكي سوف يتزوج الشهر القادم، مما يعني أن عليك البحث عن زوج في مكان آخر. لو جئت الأسبوع الماضي حسب العادة لرأيت الخاتمة في إصبعي. انظر انظر انظر، لقد خطبت. ومن سيء الحظ، أقصد من هو حسن الحظ الذي يشرب؟ هو، إنه هو، وإياك أن تقول كلمة سيئة عنه. ماذا تشربون؟ نحن سعداء من أجلك يا أنجيلا، أحضري لنا أي شراب واحرصي على ألا يزعجنا أحد. لماذا؟ هل تخططون لسرقة بنك؟ تومي جافين، لم أتوقع أن أراك هنا. لكنني هنا، من أنت؟ سمعت أنك تنوي افتتاح محل للألعاب الرياضية، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لما تسأل؟ لأننا سنكون جارين، فأنا صاحب المرقص في البناية المجاورة، سنتقابل كثيرا يا تومي، إلى اللقاء. من هذا؟ لا أدري، لم أره من قبل. دعونا منه، قل لنا لماذا جمعتنا؟ تعالوا إلى هنا. ملك ملك، اسمعوني جيدا، جمعتكم لأنني أخطط لسرقة بنك. أنت لا تعني ما تقول. بل أعنيه تماما. هوسك بالروايات البوليسية جعلك تتوهم أشياء غير موجودة. سرقة بنك؟ لكننا لسنا لصوص بنوك. نحن لسنا لصوصا من الأساس وبلا سجلات جنائية. طبعا نحن لسنا لصوص، كما هو أننا بلا سجلات جنائية، وهذا لصالحنا حيث لن يتعرف علينا أحد. هذه مخاطرة يا تومي، وأنا مقبل على الزواج. الحياة كلها مخاطرة يا ريكي، ضربة حظ قد ترفعك من الفقر الذي أنت فيه لتكون من الأثرياء، وقد يقبض علينا ونقضي بقية عمرنا في السجن. لا 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 لا، انسى الأمر يا تومي. لا تكونوا حمقى، إنها فرصة العمر، والفرص تأتي مرة واحدة. هل لي أن أسأل أي بنك تنوي سرقته؟ سوف أحدد البنك بعد أن أضع الخطة ونتفق على تفاصيلها. ما دمت لم تضع الخطة ولم تحدد البنك، فهذا يعني أنها مجرد قصة خيالية تدور في ذهنك ولن تتحقق أبدا. ما دام الأمر مجرد فكرة فنحن موافقون على المشاركة. اتصل بنا عندما تقرر. هيا هيا لنذهب يا شباب، هيا. مجنونة لمجرمين مبتدئين، جعلت الشرطة في وقت لاحق تصفها بالفكرة العبقرية. استولت الفكرة على تومي جافين وشغلته عن عمله كمصور، بحثا عن الهدف المناسب لتنفيذ فكرته المجنونة. ألو، من المتصل؟ تومي، أنا بخير، من المتصل؟ هل تعرف محل بيع المستلزمات الجلدية في شارع بيكر؟ من أنت وماذا تريدين؟ إنه مغلق ومعروض للبيع بثمن مناسب. إن لم تخبريني من أنت وماذا تريدين؟ إن المحل يفصله باب واحد عن فرع بنك لويد. ماذا تقصدين؟ اذهب لمعاينته وسوف يعجبك. إن الأقضية الثلاثة متصلة ببعضها البعض، سأتصل بك مرة أخرى. على فكرة، هل أمامك صحيفة اليوم؟ أي صحيفة تعنين؟ لا يهم أي صحيفة، فإعلان بيع المحل مع صورة مشهورة في الصفحات الداخلية
الأمريكية لجميع الصحف. اسمي ماردا، سأتصل بك. من هذه المرأة؟ وكيف عرفت أني؟ يا للسماء، هل كشف الأغبياء السر لأحد؟ اللعنة اللعنة اللعنة، سوف يقبض علينا قبل أن نبدأ. من صحة الإعلان، اتصل برقم الهاتف المدون أسفل الإعلان وذهب مع صديقه ويليام لمعاينته. مرحبا، أهلا بكما، تفضلوا تفضلوا. هل أنت صاحب المحل؟ لا، أنا الوسيط العقاري، وهذا السيد ممثل الشركة التي كانت تشغل المحل. لماذا تعرضون المحل للبيع؟ هل كان يعاني من الخسارة؟ إنها سياسة الشركة في التوسعة والتجديد. بالطبع بالطبع، لكن أليس السعر المطلوب مرتفعا بعض الشيء؟ لا أظن أن 10,000 جنيه مبلغ كبير على محل مع دور سفلي وقابل. حسنا حسنا، ماذا تقول يا ويليام؟ أنا أعتقد أن المحل والسعر مناسبين. متى سنكتب العقد؟ بعد كتابة العقد ونقل ملكية المحل، كان على ويليام أن يقوم بالخطوة التالية: فتح حساب في البنك المجاور. أي خدمة يا سيدي؟ من فضلك، أريد فتح حساب. بالطبع، أعطني إثبات الشخصية لو سمحت. كان ينوي فتح حساب باسم مستعار، لكنه لم يتجهز بإثبات الشخصية المناسب. هل سيتراجع أم يخاطر بفتح حساب باسمه الحقيقي؟ بالطبع، تفضلي. شكرا. نعم، كم هو المبلغ يا سيدي؟ تفضلي، 500 جنيه. 500 جنيه. لو سمحت ضع توقيعك هنا وهنا. نعم وهنا. حسنا. نعم. هل انتهينا؟ نعم انتهينا يا سيدي، وهذه بطاقة حسابك لدينا. شكرا. تفضل. هل تسمحين لي بسؤال؟ بالطبع، تفضل يا سيدي. لدي بعض الوثائق المهمة والتي أريد أن أحفظها في خزانة مغلقة، هل لك أن تدليني على مكان يوجد فيه خزائن للودائع؟ سيدي، أنت في أشهر بنك في بريطانيا وأكثرها أمانا. أنا أسأل عن خزنة ودائع آمنة. وهذا ما أعنيه يا سيدي، فخزنة الودائع التي لدينا من أكثر الخزائن أمانا. هل تساعديني باستئجار صندوق إذن؟ قامت الموظفة بتحويله إلى أحد زملائها لاستكمال عملية تأجير الصندوق. بهذا أصبح لديك صندوق في خزنة الودائع، تستطيع أن تضع فيها ما تشاء من أشيائك الثمينة، وهذا هو المفتاح. شكرا لك. بالطبع، أنت تعرف يا سيدي أن الصندوق مفتاحين، المفتاح الذي معك والمفتاح الآخر الموجود لدى الإدارة. لماذا يوجد مفتاح آخر غير المفتاح الذي معي؟ الأمان يا سيدي، فالصندوق لن يفتح بمفتاح واحد، لابد من وجود المفتاحين معا لفتح الصندوق. هل ترغب برؤية الخزنة لتطمئن يا سيدي؟ لا مانع. تفضل معي يا سيدي. تفضل تفضل. بي
فتح حساب واستئجار صندوق ودائع منحاه الحق بدخول الخزنة في قبو البنك الشهير. وعلى مدى الأسابيع التالية زار ويليام الخزنة في قبو البنك ليطمئن على مقتنياته الثمينة، مصطحبا معه مظلته التي لم تثر الشكوك. اسمعوني جيدا، هذه الخريطة كما رسمها ويليام للقبو والخزنة. كيف تمكنت من رسمها ومتى؟ كنت أدخل إلى الخزنة بحجة الإطمئنان على صندوق الودائع الخاص بي لأضيف له شيئا أو أخذ منه شيئا. نعرف هذا، لكن كيف تمكنت من رسم الخريطة دون أن يلاحظك أحد؟ أنتم تعرفون أني أحمل مفتاحا للصندوق، والموظف يحمل مفتاحا آخر، والصندوق لا يفتح إلا بوجود المفتاحين. عند إخراج الصندوق من مكانه يتركني الموظف وحدي حفاظا للسرية. ثم ماذا؟ ما إن يبتعد الموظف حتى أبدأ بعملية قياس دقيقة للخزنة والقبو، مستغلا فرد ذراعي والمظلة وخطواتي المنضبطة. بهذه الطريقة وعلى مدى زيارتي المتتالية تمكنت من قياس كل جزء في القبو والخزنة ورسم كل شق وكل بلاطة. باختصار قمت بقياس ورسم كل ما هو متواجد في القبو والخزنة. لم أتوقع أن تكون بهذه المهارة. حتى أنا تفاجأت بنفسي ولم أصدق أني أنا الذي رسمت هذه الخريطة. حسنا، لقد استأجرنا محل المستلزمات الجلدية وقام ويليام برسم خريطة للقبو والخزنة، فماذا بعد؟ انتظروا لأحضر الصور لمطابقتها مع الخريطة. هذه هي الصورة التي قمت بالتقاطها للبناية. أبواب المحلات الثلاثة متلاصقة كما ترونها. كم يبعد باب المحل الذي استأجرناه عن باب البنك؟ 40 قدما. إنها مسافة طويلة. مسافة طويلة بالفعل، سوف نحتاج لأسابيع لإنجاز العمل. أسابيع لإنجاز ماذا؟ لأجل حفر نفق بين المحل الذي استأجرناه وقبل البنك. حفر نفق. وما الذي نعرفه عن حفر الأنفاق؟ معك حق، نحن لا نعرف، لكن يوجد من يعرف. من تعني؟ ستيفن بائع السيارات المستعملة. أعرفه، فهو منافسي في سوق السيارات المستعملة، لكن ما علاقته بحفر الأنفاق؟ كان زميلي في الجيش وهو الذي إنه هو سوف يخبركم بنفسه. ادخل الجميع بانتظارك. أعرف جميع الموجودين هنا ما عدا ذلك الطويل. من هو؟ إنه ويليام مستأجر المحل. حسنا، أين وصلتم؟ قدموا له الصور والخريطة التي رسمها ويليام. لقد قمتم بعمل جيد دون شك، لكن ماذا؟ أيها السادة، إنه عمل صعب جدا. علينا أن نتعامل مع جدران من الخرسانة المسلحة. سوف نحتاج إلى أدوات كثيرة. أدوات مثل ماذا؟ أدوات مثل آلة حفر ومطارق صلبة ثقيلة وقوية، كشافات وأسلاك رافعة بقوة 100 طن على الأقل، وأشياء أخرى كثيرة. جهز قائمة بالأدوات التي تريدها وسوف نحضرها لك. تومي، هل نسيت أجهزة الإنذار في البنك؟ لا لم أنسها. أخبرني ميكي أنه يعرف شخصا من داخل البنك أخبره عن إجراءات أمنية جديدة تتعلق بأجهزة الإنذار.
سري اتخذت إدارة البنك قرارا بتعطيل أجهزة الإنذار لمدة أسبوع تنتهي مع بدء دوامي يوم الاثنين. هل أنت متأكد من هذه المعلومة؟ نعم نعم متأكد. هو أخبرني بها أحد أفراد شركة الأمن التي تشرف على أمن البنك. وهل اتثق به؟ مادام قد قبض الثمن. بالطبع أثق به. وأخبرني أيضا أنه لن يتم إيقاف الأجهزة بشكل كلي، وإنما سيقومون بتشغيلها وإطفائها في ساعات تحددها الإدارة المسؤولة. وكيف سنعرف هذه الأوقات؟ اطمئن اطمئن، سوف يتصل بي ويخبرني بالجدول حالما يتم توزيعه على موظفي الأمن. أدوات الحفر حسب القائمة التي أعدها ستيفن، وتم نقلها إلى متجر المستلزمات الجلدية استعدادا لبدء العمل. ألو تومي، أنا مارتا. من أنت وماذا تريدين؟ هل وصلتك المعلومة؟ أي معلومة؟ لا تتذكى علي تومي، أنا أتكلم عن أجهزة الإنذار. لقد وصلتني ولكن... اسمعني جيدا، أعرف أنكم ستبدأون العمل يوم الجمعة. هذا أمر جيد. هل تتجسسين علينا؟ لا، أنا في صفكم لأنني أريد صندوقا يخصني من الخزنة. إذا كان يخصك فلماذا لا تأخذينه بنفسك؟ قلت لك إنه يخصني ولم أقل إنه لي، لذلك سأنتظر. تنتظرين ماذا؟ عندما نبدأ العمل لن تستطيع التواصل معي. اطمئن، سأكون على اتصال. سوف تصلك هدية من مجهول غدا، لا تخف، إنها مني. إلى اللقاء. يا إلهي، من هذه المرأة؟ وما الذي تريده بالضبط؟ وما الذي سترسله لي غدا؟ في اليوم التالي جاءه صبي وهو يحمل طردا من الورق المقوى. هل أنت السيد تومي كافين؟ نعم أنا هو. كان مترددا بقبول الطرد، فهو لا يعرف المرأة التي أرسلته، كما ولا يعرف لماذا تلاحقه وما الذي تريده منه. طلبت مني السيدة تسليمك هذا الطرد. أين هي السيدة؟ كانت تركب سيارة سوداء، وقفت بقربي وأعطتني جنيها وطلبت مني توصيل هذا الطرد إليك. كيف عرفت أنه لي؟ ها؟ لأنها أشارت إليك قبل أن تبتعد بسيارتها. في أي اتجاه ذهبت؟ لا أدري، خذه من فضلك فهو ثقيل. أعطني إياه. ماري، ما به يا هو؟ سرق شيئا؟ لا لا، لم يسرق شيئا. أين كنت؟ كنت في مبنى البلدية. وماذا كنت تفعل في مبنى البلدية؟ أحضرت مخططات أنابيب الصرف الصحي وخطوط المياه والغاز وخطوط الكهرباء المشتركة بين المتجر والمطعم والبنك. ولماذا جئت بها؟ قلت لهم إننا استأجرنا المتجر حديثا، وإننا نقوم بعمل تجديدات في الطابق السفلي والقبو، فأخذت منهم الموافقة على هذه التجديدات وأعطوني المخططات المشتركة لاتخاذ الإجراءات الأمنية أثناء الحفر. لم تخطر على بالنا هذه الأمور. بالطبع بالطبع، فأنتم مبتدئون ولا خبرة لكم في عالم الجريمة. وماذا يوجد في هذا الطرد؟ عندما فتحوا الطرد وجدوا فيه أجهزة مخاطبة لاسلكية
من أحدث طراز. من أرسل لك هذه الهدية؟ لا أدري، اتصلت بي امرأة بالأمس وقالت أنها سترسل لي هدية، لابد أن هذه هي. ومن هذه هي المرأة التي ترسل لك هدايا فاخرة؟ لا أعرف، كل ما قالته أن اسمها مارتا. لتكن من تكون، إنها هدية فاخرة دون شك. جهزت العصابة كل ما تحتاجه وحبست نفسها داخل المتجر وبدأت عملية الحفر المدنية. كان عليهم اختراق الجدران الإسمنتية التي تفصلهم عن قبو البنك، ومع استعمالهم لآلة الحفر الكهربائية لم ينتبهوا للضجة التي أحدثوها، مما جعل الجيران يتصلون بالشرطة. اهدأوا، كأني سمعت صوت دق على الباب. ابقوا هادئين، سأصعد لأرى. هيا اهدوا اهدوا، إنه شرطي، سأذهب لأرى ما الأمر. خيرا يا سيدي، أليس الوقت متأخرا للعمل في الحفر؟ إننا نعمل على مدار الساعة يا سيدي لإنهاء العمل في الوقت المحدد. وما هو هذا العمل؟ تجديد وترميم حسب أوامر صاحب المحل الجديد. صاحب المحل الجديد، اسمح لي بإلقاء نظرة. بالطبع بالطبع، تفضل يا سيدي تفضل. كأنكم تعملون في الطابق السفلي. بل في القبو يا سيدي. لا أنصحك بالنزول يا سيدي بسبب الغبار ورائحة الرطوبة. هل توجد مشكلة يا سيدي؟ هل تستعملون حفارة في الأسفل؟ نعم يا سيدي. هل أزعجنا أحدا يا سيدي؟ نعم، لقد اشتكى بعض الجيران من الضجة. نأسف لهذا يا سيدي، سنحاول تخفيف الضجة قدر الإمكان. جيد جيد، تابعوا عملكم تابعوا عملكم. في الخارج وعلى الرصيف المقابل كان رجلان يراقبان المتجر. ها، ما الأخبار؟ لقد دهم شرطيون المتجر. ماذا حدث؟ لا شيء، دخل المتجر لدقيقة أو اثنتين وخرج. هذا يعني أن الوضع تحت السيطرة. اسمع، غير المكان الذي أنتما فيه، لكن لا تغفلا عن مراقبة المتجر. كما تأمرين يا سيدتي. ابقيا على اتصال، مع السلامة. ما الأمر؟ تطلب منا أن نغير مكاننا. لماذا؟ لأسباب أمنية. هيا 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 نبحث عن مكان آخر مناسب للمراقبة. سببت زيارة الشرطي قلقا لأفراد العصابة، وكان عليهم أن يجدوا حلا يجنبهم مفاجآت غير متوقعة. لقد خدمنا الحظ ولم ينزل إلى القبو. لو نزل إلى القبو لما عرفنا كيف نشرح له الأمر. نحن بحاجة لمراقب. ولكن من أين سنأتي بمراقب نثق به؟ بيلي بيلي، إنه شاب جيد. بيلي خطيب أنجيلا؟ نعم، بيلي خطيب أنجيلا. هل تثق به؟ نعم، نستطيع الثقة به، فهو بحاجة للمال ويحب أنجيلا. هل ستشركه معنا؟ لا، لن نشركه معنا، سأعطيه مبلغا جيدا يساعده على الزواج وتأسيس منزل مع أنجيلا. أنا لا أعرفه معرفة جيدة، لكن إن كنتم تثقون به فلا اعتراض عندي. Thank you.
حسب تقدم العمل كان مقدرا للعصابة أن تدخل الخزنة مساء يوم الجمعة، واستغلال ضجة حركة المرور في يوم السبت لإخفاء صوت الانفجار. ليس من عادتك أن تأتي وحدك، أين باقي العصابة؟ كيف أنت يا أنجيلا؟ أوه أنا بخير، قل لي لماذا أنت وحدك؟ هل تشاجرت معهم؟ لا لا لم أتشاجر مع أحد، جئت لأرى بيلي. بيلي؟ خطيبي؟ ماذا تريد منه؟ لدي عمل له. ها؟ وما هو هذا العمل يا تومي؟ اتصلي به، سأعود بعد ساعة. بعد ساعة عاد إلى الحانة حيث وجد الشاب بانتظاره، حيث شرح له طبيعة العمل الذي فيه. تريد مني أن أقف حارسا على سطح عمارة؟ نعم ستقف حارسا على سطح عمارة ليومين أو ليلتين. سأحرس ماذا يا تومي؟ لن تحرس شيئا، ستكون بصفة مراقب يراقب الشوارع التي تطل عليها من فوق العمارة، وتخبرني عن كل حركة غريبة تلفت نظرك أمام المتجر أو البنك. تقول إنك ستعطيني 4000 جنيه مقابل سهر ليلتين؟ نعم 4000 جنيه مع هدية ثمينة يوم زواجك من أنجيلا. أنا موافق، متى أبدأ العمل؟ الآن، هيا هيا لنذهب. كانت العمارة مؤلفة من 4 طوابق، يوجد على سطحها غرفة صغيرة، قام باستئجارها لمدة أسبوع، دفع أجرتها مقدما. سطح هذه العمارة يطل على المنطقة من جميع الجهات، انظر الغرفة فيها سرير وكرسي، الأجرة مدفوعة مقدما لمدة أسبوع. نعم نعم، لكن ماذا تريدني أن أفعل بالضبط؟ هل أقفز؟ في هذه الحقيبة يوجد جهاز لاسلكي ومنظار مقرب، وما أريده منك هو مراقبة المنطقة مراقبة جيدة، والاتصال بي إذا لاحظت أي حركة مريبة. حركة مريبة مثل ماذا؟ سأترك لك الحكم لتقرر إن كانت مريبة أم لا، المهم أن تتواصل معي دون تردد، لا أريد مفاجآت. لن تكون هناك مفاجآت، ستكون الأمور على خير. حسنا سأتركك الآن، سوف أتصل بك بعد قليل للتأكد من عمل جهاز اللاسلكي. على فكرة لا تحاول الاختلاط بالسكان، وإذا سألك أحد عن حالك قل إنك تبحث عن عمل. لم يكن أحد من أفراد العصابة أو غيرهم يتوقع أن الصدفة سوف تفشل أكبر سرقة بنوك في تاريخ بريطانيا. ابقى نشيطا يا بيلي. ها تومي، ماذا ماذا؟ هل ستعطيني حقا 4000 جنيه مقابل وقوفي في هذا المكان ليومين وليلتين؟ نعم يا بيلي سأعطيك 4000 جنيه كما وعدتك مع هدية ثمينة يوم زفافك على أنجيلا. ها هل تشك بكلامي يا بيلي؟ لا 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 أنا لا أشك بكلامك أبدا، فأنت صديق مخلص وقد ساعدتني كثيرا من قبل. كل ما في الأمر أنني أحببت أن أتأكد، لأن 4000 جنيه مقابل عمل سخيف كهذا. بيلي ألم تقل لي يوما أنك ترغب في أن يكون لك كراجك الخاص
وعملك الخاص بشراء وبيع السيارات المستعملة؟ بلى، قلت ذلك، ما زلت أرغب بتحقيق هذا الحلم. حسنا، إذن أعدك بأن أحقق لك هذا الحلم في أسرع وقت ممكن وقبل زفافك على أنجيلا. ها، ما رأيك؟ أنت لا تعني ما تقول. بل أعنيه تماما، سوف أحقق لك حلمك بأسرع مما تتصور. كنت دائما صادقا معي يا تومي. سأذهب الآن، ابقى متيقظا. وصل أفراد العصابة إلى قبو البنك، حيث بقيت أمامهم عقبة أخيرة، الدخول إلى الخزنة عن طريق عمل فتحة في سقف القبو. قام ستيفن بتثبيت الرافعة القوية في نقطة حددها على أرضية القبو بهدف فتح ثغرة في السقف والذي يشكل أرضية الخزنة، لكن الأرض لم تحتمل ثقل الرافعة فانهارت تحتها. يا للسماء، ماذا حدث؟ إنها حفرة، انتبهوا حتى لا يقع أحد. ماذا حدث يا ستيفن؟ كيف انهارت الأرض بهذه السهولة؟ إنه نفق أرضي، نفق أرضي. ماذا تعني بأنه نفق أرضي؟ أعني أنه نفق أرضي تحت أرض القبو، لذلك لم تتحمل الأرض ضغط الرافعة فانهارت. ماذا سنفعل الآن؟ سوف نلجأ للمثقاب الحراري لعمل فتحة في سقف القبو، والذي هو أرضية الخزنة التي فوقنا. وهل سيحل لنا المثقاب الحراري مشكلة سقف القبو؟ نعم يا جورج، نعم، سوف يحل لنا المشكلة، إنه من القوة بحيث يفتح لنا ثغرة في السقف توصلنا إلى الخزنة التي طال انتظارها لوصولنا. تراجعوا إلى الوراء، إلى الوراء، تراجعوا. لكن المثقاب الحراري فشل باختراق الخرسانة القوية، فلم يعد لديهم خيار إلا اللجوء لاستعمال مادة متفجرة. حسنا أيها السادة، بعد فشل الرافعة الحمقاء والمثقاب الغبي، لم يعد لدينا حل سوى تفجير السقف. كأنك تريد دعوة رجال الشرطة للقبض علينا متلبسين. إنها مخاطرة لابد منها، لكن سنعمل على تخفيض الصوت قدر الإمكان. إلى أي حد باستطاعتك خفض صوت انفجار يا تومي؟ أرى أن نتوقف عند هذا الحد ونعود أدراجنا. اهدأوا يا سادة، اهدأوا. فأنا أعرف عملي وأعرف كيف أقوم به. ماذا تعني يا ستيفن؟ إنه انفجار، مهما حاولت كتم صوته سوف يبقى انفجارا. اهدأ يا جورج، اهدأ ودعني أشرح لك، أعني أشرح لكم كيف سأفعل هذا. اهدأوا، اهدأوا. بخبرته الطويلة شرح لهم كيف سيقوم بعمل عدة ثقوب صغيرة في سقف القبو والذي هو أرضية الخزنة التي فوقهم. في حوالي الساعة 11 مساء كان شاب من هواة الدردشة على جهاز اللاسلكي يبحث عمن يدردش معه قبل أن يخلد إلى النوم. أعتقد أن بضع دقائق من الدردشة مع أحدهم سوف تساعدني على النوم. سابع المراقبة، لست على وجه هذا. الجو بعيد هنا، هل أستطيع ترك مكاني لساعتين أو ثلاث؟ لا، ابقى مكانك، نحن في القبو وعلى وشك الانتهاء، ابقى حيث أنت حسب الخطة، سأتصل بك في وقت لاحق. حسنا، سأبقى حيث أنا حسب الخطة، لكن أرجوكم أسرعوا بحق السماء وادخلوا الخزنة، لأنني أتجمد من البرد هنا. اصبر وتحمل أيها المراقب، انتهى. يا إلهي، هذه عملية سطو تجري في مكان ما، لكن أين
أين يا إلهي؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل أتصل بالشرطة؟ لكن ماذا أقول لهم؟ إنه مجرد حوار غير مفهوم بين اثنين، لأتصل بهم ولهم أن يفعلوا ما شاءوا. هنا خدمة الطوارئ، ما مشكلتك؟ حوليني إلى مركز الشرطة من فضلك. ابق معي، سأحولك إلى مركز الشرطة. هنا مركز الشرطة، كيف أساعدك؟ سيدي، أنا من هواة اللاسلكي، وأعتقد أني التقطت حوارا بين لصوص يقومون بعملية ساطو. هل تعرف أين تجري عملية الصد؟ لا يا سيدي، إنها محادثة على جهاز اللاسلكي. ما دمت لا تدري ما الذي تتحدث عنه فلا داعي للاتصال بالشرطة. إنها ليلة السبت، ولا داعي لتشغيلنا بمزاح لا داعي له. أنا لا أمزح يا سيدي، لقد أخبرتك بما سمعته. قلت لي ما اسمك؟ ويلسون يا سيدي، اسمي ويلسون. اسمع يا سيد ويلسون، قد يكون ما سمعته مساحا بين سكرانين. عندما تحصل على دليل ملموس اتصل بنا ثانية. مع السلامة. هل أخطأت باتصالي بالشرطة؟ يبدو أني أخطأت، لكن إن لم أتصل بالشرطة فبمن أتصل؟ يريدون مني أن أحصل على دليل ملموس. هل أنا ضابط مباحث لأحصل على دليل ملموس؟ ها؟ شريط كاسيت، سوف أقوم بتسجيل المحادثة على شريط كاسيت. إنه دليل ملموس ويقنع أي شرطي في العالم على صدق قولي. نعم. وضع شريط الكاسيت في جهاز التسجيل واستعد لاستقبال ثرثرة اللصوص. هل أنت هناك؟ أنا هنا، ما الأمر أيها المراقب؟ هل حدث شيء؟ لا، لم يحدث شيء. لماذا تتصل إذن؟ ماذا تريد؟ لا أريد شيئا بالتحديد، كل ما في الأمر أنني مللت. ماذا تعني بأنك مللت؟ مللت تعني مللت، ولا أعرف لها معنى آخر. سوف أترك مكانك. إن تركت مكانك سوف ألغي الاتفاق الذي بيننا ولن تحصل على شيء. افعل ما شئت، لم يعد يهمني. بيلي، ابقى مكانك، إياك أن تهاجم. من هذه المرأة يا دومي؟ لا تذكر الأسماء أيها الأحمق. أيها الحمقى، ما الذي أخاكم حتى الآن؟ ما هذا؟ من أنتم أيها الناس؟ أنا صوت الزعيم الذي يشرف على العملية بكاملها يا دومي. كانت مفاجأة غير متوقعة لأفراد العصابة عندما عرفوا أن هناك من يراقبهم ويتبع خطواتهم. ألم تفتحوا صخرة في أرضية الخزنة؟ ماذا تنتظرون؟ من أنت أيها الرجل؟ ومن أنت امرأة؟ كيف تتمكنون من ملاحقتنا ومعرفة خطواتنا؟ نحن نعرف كل شيء، لأننا نحن رتبنا كل شيء. ألهوا عملكم وأحضروا الصندوق. إياكم أن تحاولوا فتحه. انتهى. لقد سمعتم الأمر، تابعوا العمل، سأكون على اتصال. دومي، بالمناسبة كن حذرا، فقد تجد شارلوك هولمز بانتظارك داخل الخزنة. انتهى. في النفق نجحت خطة ستيفن وفتحت ثغرة في أرضية الخزنة. عملوا على توسيعها بالمطارق والأزاميل إلى أن أصبحت تسمح بالمرور من خلالها. لنأخذ استراحة،
إلى أن يتلاشى الغبار. لماذا الاستراحة؟ لننهي الأمر الآن. الغبار يملأ المكان، لن نستطيع التنفس في الأعلى، لنأخذ استراحة. سوف أخبر بيلي ليأخذ استراحة هو الآخر. أيها المراقب، هل أنت بخير؟ أنا بخير، لكن عيناي متعبتان من شدة النهار. هل دخلتم الخزنة؟ نجحنا بفتح الثغرة، سندخل الخزنة بعد أن يتلاشى الغبار. سنأخذ استراحة، قد نغفو قليلا. خذ استراحة أنت الآخر. استرح أيها المراقب، المال في متناول أيدينا، سنكون من الأثرياء. قلت لك إن المال لم يعد يهمني، سوف أنام على السرير الذي في غرفة السطح. انتهى. حسنا أيها المراقب، ستجد ما وعدتك به في مغلف مع خطيبتك. استرح الآن، انتهى. رأى الشاب ويلسون أنه قد حصل على الدليل الملموس الذي طلبه منه الشرطي، فرفع سماعة الهاتف وأدار القرص على رقم الطوارئ. هنا خدمة الطوارئ، ما مشكلتك؟ حوليني إلى شرطة سكوتلاند يارد من فضلك. هل قلت شرطة سكوتلاند يارد يا سيدي؟ نعم نعم، هذا ما قلته. ابقى معي يا سيدي، سأحولك إلى شرطة سكوتلاند يارد. بعد أن استمع الضابطان لشريط التسجيل، تأكدا من أن عملية سطو كبرى تجري الآن في أحد بنوك المنطقة. من الواضح أن سرقة تجري الآن في أحد البنوك. ما مدى قوة التقاط جهازك يا سيد ويلسون؟ حوالي 10 أميال. 10 أميال؟ أتعرف كم عدد البنوك عليه للإمساك بهم؟ وما الذي ستفعلونه يا سيدي؟ سوف نستفز قوة الشرطة للاتصال بجميع البنوك في المنطقة. تأكد أننا سنمسك بهم يا سيد ويلسون. اتصلت شرطة سكوتلاند يارد بجميع البنوك التي تقع بالقرب من منزل ويلسون، لكنهم فشلوا بتحديد الموقع الذي يتعرض للسرقة. وبينما كانت الشرطة تعمل جاهدة لتحديد البنك الذي يتعرض للسرقة، كان رجال العصابة قد بدأوا عملهم بفتح صناديق الودائع وتفريغها في حقائب أحضروها معهم. تومي، هذا هو الصندوق. أي صندوق؟ الصندوق الذي يريدونه. إذن أنت الذي ينتظرني داخل الخزنة وليس شارلوك هولمز. نعم نعم، نحن على وشك الانهيار، الجو بارد. ماذا يوجد به؟ ها؟ لا أدري، كل ما أعرفه أن فيه وثائق على مستوى عال من السرية. هذا ما يقولونه دائما. لا داعي للافتراض والتخمين، لقد قمنا بما علينا أن نقوم به. كيف ستوصل الصندوق إليها؟ توجد سيارة فيها رجلان تنتظر في الشارع. لكن من هي؟ ما اسمها؟ ماذا تعملان؟ ما أعرفه، أن اسمها مارتا، وهو اسم غير حقيقي بطبيعة الحال. تعمل تحت رعاية شخص ما. الشخص الذي أطلقت عليه لقب الزعيم؟ إنه هو. ما بكما تتهامسان؟ ما زال لدينا الكثير من الصناديق. هل عثرتم على الصندوق؟ نعم، إنه معي الآن. حسنا، كينغ سيكون بانتظارك في المكان الذي حدد لك. مع السلامة، انتهى الاتصال. كان فرع بنك لويدز الذي تجري فيه السرقة يبعد عن منزل ويلسون حوالي 800 متر، ولم يأتي دوره للتأكد من سلامة الخزنة التي في القبو. قلت لكم إن الخزنة في فرعنا آمنة تماما، ولا يمكن لأحد فتح أقفالها. هل يمكن فتح باب الخزنة؟
للتأكد مما فيها من الصناديق. لا لا يا سيدي، لا يمكن فتحها لأن اليوم يوم عطلة، ثم ما الداعي لفتح الباب والقفل سليم تماما؟ لابد وأنكم قد تعرضتم لخدعة ما. كل ما في الأمر أنكم تسببتم بإفساد عطلتنا الأسبوعية. إننا نؤدي واجبنا يا سيدي المدير. نعم نعم، إنكم تؤدون واجبكم ونحن نشكركم كل الشكر. هل بقي شيء تريدون التأكد منه يا سيد الضابط؟ لا يا سيدي المدير، واقبل اعتذارنا لإفسادنا يوم عطلتك الأسبوعية. الثالث عشر من شهر سبتمبر، لم يصدق مدير البنك نفسه عندما فتح باب الخزنة ليجد أكثر من 270 صندوقا قد أفرغت من محتوياتها الثمينة. رفض عدد من المودعين الكشف عن أسمائهم والأشياء التي كانت مخبأة في صناديقهم. قدرت قيمة المسروقات بحوالي 4 ملايين جنيه استرليني، تم استرداد 230 ألفا فقط. تفيد بعض المصادر أن اللصوص بعد القبض عليهم وصدور الأحكام ضدهم تم إطلاق سراحهم بشكل سري. لم يتم الكشف عن المرأة الغامضة والرجل الذي كان خلفها. بحثت سكوتلاند يارد رفع دعوى قضائية ضد ويلسون بتهمة التنصت والاستماع إلى عمليات إرسال غير مرخصة، إلا أن إدارة البنك عارضت رفع الدعوى وقدمت له شيكا بمبلغ 2500 جنيه مكافأة على أفعاله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات يوسف عساف ويوسف الحشاش.